مين باك نشوفه؟ نضال. لا 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 لا، هيدي الصورة ده صار لك. وقف إذا بتريد، وقف إذا بتريد. لحظة، ليه؟ شوفي شوفي الصورة الثانية. لحظة شوفي، ليه؟ شوفي شوفي. أقسم بالله إذا ما بتنشال هالصور أنا ما بكفي الحلقة. قولين تمام، أقسم بالله إذا ما بتشيلون دغري أنا ما بكفي الحلقة. الصورة. أوكي خلص خلص، روقي روقي، تفضلي ارتاحي 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 ارتاحي. يا الله، أنت بتعرف شو عملت هلا؟ قولين بكري هيدول اولادك. انت بتعرف قد ايه اذيتني؟ ليه اذيتك؟ بشو عم تشوف؟ انت بتعرف قد ايه اذيتني؟ عم شوف اولادك، اولادك شو الغلط؟ شفت اولادك قد ايه صار لك مش شايفه اولادك؟ تولين بكري خلال 11 سنه شفتهم مرتين. كيف؟ خبر الناس. شفتهم مره. اول مره شفتيهم بمطار، واحد شفتيه بالمطار. ابني اجى لعندك على البيت. اول مره اجى لعندي رضي ابوي، بعته لعندي 24 ساعه على الشام قبل الازمه هي، قبل الحرب بسوريا. ايه شفته لمدة 24 ساعة، وثاني مرة شفتهم بلبنان 48 ساعة. ليه كنت تنضربي؟ لأتفه الأسباب كنت انضرب. اف ايه، يعني ما كان، أنا طفلة عمري 15 سنة، بيني وبين جوزي 20 سنة، وما كنت شوف الشارع وما كنت شوف الطريق أصلا حتى انضرب لسبب. فكان إنسان عصبي وعطالع ونازلة بيضرب.